في أواخر الثمانينات تعرض نجيب الزامل إلى فشل كلوي، استبعد معه الأطباء بقاءه على قيد الحياة. امتلك الراحل الشجاعة لتجاوز هذه الأزمة ومواصلة الحياة لأكثر من 30 عاماً برغم تأثيراتها التي لازمته لاحقاً. يعجبني نجيب، يعني الله يرحمه ويغفر له. دخلنا على الطبيب أول ما اكتشفت في أنه في فشل كلوي، دخل على الطبيب، كنا شفنا الطبيب في أمريكا، وقال الطبيب شوف يا نجيب يعني سنة وتموت. الكلام قبل يمكن 30 سنة، والحمد لله استمر. وهذه ليست المرة الأولى، حتى والدتي أول ما ولد نجيب في الجبيل كان يعني وزنه قليل جدا، وكان متوقع أنه ما يستمر سنة. سبحان الله، هذا اتذكرها تماما، وهو كان قوي ومتماسك ولم يتأثر فيها. في أوقات يعني أوقات يكون عديل وأوقات يكون نشيط، وأوقات هو نفس الشخصية، عنده الهدوء الداخلي يعني والإيمان العميق من الداخل. نجيب أخوي بشكل يعني دائما هو يظل نفس الشخص.